بمعنى given probability للـ A equals 0.3, probability للـ B equals 0.5, والprobability للـ A medium B equals 0.65. شو الprobability للـ A given B يا فاطمة بكر؟ هي probability للـ A intersection B على probability للـ B. بنحط الرول هي probability للـ A intersection B على probability اللي تحت بتكون تحت probability للـ B. الـ A intersection B معنى إياه شيء؟ probability للـ A plus probability للـ B minus probability للـ A. بدنا نطلع من له probability للـ A intersection B هي probability للـ A plus probability للـ B minus probability للـ A union B. مثل ما probability للـ A union B هي probability للـ A plus probability للـ B minus probability للـ A intersection B. equal probability للـ A معنى إياه 0.3 plus 0.5 minus 0.65. 0.15 هاي probability للـ A intersection B. صار فيه نشتغل هون انه هي 0.15 over قديش اللي هون 0.5. شو بيطلع الجواب عندنا 0.33 طيب R, A and B independent يا محمد طعمن. بنشوف إذا الـ A intersection B بتساوي الـ A probability للـ A هيدنا نشوف probability للـ A intersection B مصبوط عم تحكي. إذا probability للـ A intersection B بتساوي probability للـ A times probability للـ B يعني هن شو intersection يعني هن عفوا independent. الـ A intersection B هي طلعت شو 0.15 هل هي بتساوي probability للـ A 0.3 times probability للـ B 0.5. شو رأيك؟ هون 0.15 كمان true. therefore A and B are independent. ماشي؟ طيب محمد بو deduce probability للـ B given A. نقول probability للـ A intersection B على probability للبي بيمشي الحال صح على probability للبي مش بالاي على probability لانه البي والاي اندبندنت يعني probability للبي given A هي شو probability للبي probability للبي بيغني مباشره equal probability probability للبي given A يعني ما بتعتمد عليه ما بيعتمدوا على بعض يعني B given A هي البي يعني probability للبي equal 0.5 A and B are independent ماشي ولا ديوسر لازم نطلع من هنا ها؟ ايه من اشبيري من هاي مظبوط probability للـ B معنى ايه 0.5 واضح؟ The 50 students of the computer club of a school are divided according to the adjacent table. في عنا 50 students محطوطين على هذا الشكل موزعين على هذا الشكل. قلنا اول شيء مفروض نطلع التوتال لكل ميل يعني رح احطني هون توتال وهون توتال هون رح نحط التوتال اوف ذا ستودنتس ان ذا فيرست سكندري يير اللي هن 20 بلس 10 30 وكمان هون بنحط توتال للسكند سكندري اللي هن كمان 30 وكم ها؟ هون 8 لا تحت بس تحت 8 لا تحت هون 10 تحت 8 تحت طيب ماشي يعني بصير فوق 30 وتحت 20 مظبوط لانه الجمع كلهم 50 30 زائد 20 50 هون كمان 20 32 وهون 18 كنا عنا طلع التوتال للبويز والتوتال للجيرز والتوتال ستودنتس هن 50 طيب بارت 1 يا فاطمه وقت اللي شوف ستودنت فروم ذيس كلاب از تشوزن راندوملي وات از ذا بروبابيلتي اوف ايفنت اي ذات تشوزن في عندنا تلميذ كم تلميذ عملنا ايه واحد ايه ستودنت يعني 1 ستودنت يعني هلا بروبابيلتي رح تكون نمبر على التوتال ماشي number of students اللي بيشبهوا اللي هو بده اياه على total number of students a student from this club is chosen randomly what is the probability of event A شو هو event A the chosen student is a boy in second year secondary هو boy in second year secondary ماشي ما شو البروبابيلتي البويز in second year قديش البويز in second year 12 ال 12 على 20 12 على 50 12 على 50 حطي على دون على الصوت هو بده probability للA يعني probability انه هيدا التلميذ هو boy بالسكند year boy بالسكند year بتاخذ ال number of boys in second year على total number of students ماشي equal number of boys in second year على التوتال نمبر على التوتال نمبر اوف ستودنتس ايه على التوتال اوف ستودنتس
توتال سكيرنس. ليه نعم؟ ليه بتحطي على 32؟ ليه بتحطي على 32؟ توتال نمبر اوف، هلا اذا انت عندك لنقول بولز احمر واخضر واصفر، بده شو الاحتمال تطلع الاحمر؟ بتعدي عدد الطبقات الحمراء بتحطيه فوق وكل الطبقات بتحطيهم تحت. هون نفس الشيء، بده البويز البروبيتي انه يكون هذا الشخص اللي سحبته انه هو بوي بالسكند سكندري، بتعدي قديش في بويز بالسكند سكندري هن 12، قديش التوتال كله هن 50، 12 على 50. بتصير 12 على 32 اذا كان عندك كونديشنال بروبابيلتي، يعني اذا وجهلك قال لك انه علم هذا التلميذ هو بوي ماشي، اذا هذا التلميذ هو بوي يعني صرت انا ماخذ هذا معش خصني فيه معش خصني بالجيرز بالمره، قال التلميذ هو بوي حط نقطه يعني هيدي جيفن. شو البروبابيلتي يكون من سكند سكندري؟ ساعتها بتيجي بتقولي لي شو 12 على 32، 12 على على 32 واضح. بس اما هلا ما اعطاني كونديشن يعني توتال على طول شو بيكون 50 equal 12 على 50 يعني 6 على 25. 6 على 25. طيب نجي للفرع اللي بعده 2. قول 2 يا زهراء. 2 students are chosen randomly. 2 students are chosen randomly يعني combination to represent their school in a national contest. See how many choices are there. How many؟ المفروض يقول بس نحن بشكل عام بس اللي سحبنا اثنين اخذنا اثنين ليشاركوا المسابقة لا إلون أوردر ولا إلون ما في تكرار يعني تلقائيا نحن عارفين انه هني شو كومبينيشن. تو عمل لي سحبنا تلميذين تو تشوز تو ستودنتس تشوزن راندوملي أول فرع How many possible choices are there? Possible choices. How the two students? هتكون C2 من 50. حتى لو مش قايل لي هو سمالتانيس. لا الاوردر مهم بدنا احيانا الميزان. لا الاوردر تعون المهم ولا في تكرار. فبيكون عندنا شو كومبينيشن. ما بنحطها على الصوت لانه مش قايل لنا probability. ايه مش probability هذه possible choices بس مش probability بس النمبر يعني ذاتس هذه كومبينيشن ذاتس الكاونتنج يعني. B What is the probability of event B? شو هو event B? C2 students are boys. C2 من 32 على C2 من 50. probability لل B يعني probability ان هن يكونوا اثنيناتهم boys. اول شيء التوتال شو قلنا؟ C2 من 50. بديهم بويز سي 2 من اصل البويز قديش البويز؟ 32 واضح؟ يطلع 0.4 يطلع تقريبا 0.4 طيب سي سي 2 من 20 على سي 2 من 50 What is the probability of event C? The two chosen, chosen students are boys in first year secondary. F عم يقول لك هون السي هي هذا البارت سي الايفنت سي هو شو؟ بويز من first year secondary in first secondary check طيب قديش من ال boys of second first secondary C2 boys of first secondary 20 هيهم C2 من 20 يعني عم بياخذ على C2 من 50 خلينا نحط D لو قال لي knowing that the two boys are knowing that the two students are boys Knowing that the two students are boys, find the probability that they are from first secondary. The probability of first secondary, knowing that the probability of who is first secondary. إيه يعني هي هاي probability. لل first secondary. Knowing that they come boy. Knowing he is a boy. ماشي يعني probability للانترسكشن يعني first secondary intersection boy على probability انه يكون boy واضح؟ طيب هاي راح نكمل راح نكملها معنا شو probability انه هو يا احمد from first secondary لا انت عفوا هو فيرست سكندري وبول 20 probability هني عم نسحب اثنين نحن ايه هو سي 2 من 20 سي 2 من 20 على سي 2 سي
هو first secondary boy. انسى اللي تحت. انسى لما طلع probability اللي فوق هلا. probability هو first secondary boy. ستنا من 20 على شو؟ ستنا من 5. ايه. هاي probability لحال واللي تحت probability لحال. equal. سي 2 من 20 على سي 2 من 50 على سي 2 من 32 وربيت انه تكون بوي هن اثنيناتهم بويز يعني عنا التوتال بويز 32 ايه يعني التوتال بويز هن 32 يعني سي 2 من 32 على سي 2 من 50 سي 2 من 32 على سي 2 من 50 واضح؟ هيدي رح تروح مع هاي بعد شوي بضل عندنا شو سي 2 من 20 على سي 2 من 32 عشان هيك قبل شوي قلت لكم انا انه بس يقول لي والله هن اثنيناتهم لحتني جيبن انهم اثنيناتهم بويز انهم بويز ما عادش خصني بوترني شو بيصير عندي رح تكون سي 2 من 20 على سي 2 من 32 شك طلعت؟ صح بس اول شيء بدي المفروض احطها بهي الطريقه احط البروبيلتي الكامله للي فوق على البروبيلتي الكامله للي تحت يعني ما اختزلهم من قبل ما احطهم اول شيء بحطهم لهون بعدين بختزل والله هيدي مع هيك بهذا الشيء واضح يا زلمه بيطلع 0.38 0.15 بس كيف بتطلع 0.15 كلا شو بتطلع 0.38 بالضبط يعني 0.15 0.155 ما تخدش خدوا ثلاث ارقام بعدين هذا 0.16 خدوا ثلاث ارقام ثالث رقم غير له رقم هذا الرقم اذا في وراه 5 هذا بصير 6 شو 0.383 ماشي هيدي